بقية لكم أيها الأحباب، نتواصل من خلال فقرات صباح الشروق. وإحنا محتاجين في هذا البلد الحبيب، زي ما محتاجين للترابط والتكاتف، برضو محتاجين أن نقوم كثير من سلوكياتنا. يعني صحيح تأتي الكوارث، كارثة بعد كارثة، نخرج من كل كارثة لكننا نفقد الدروس المستفادة من الكارثة حتى ندخل إلى كارثة أخرى. يعني كم نحتاج إلى أن نقوم هذا السلوك في كثير من معاملاتنا المجتمعية. محمد، يعني السوشيال ميديا ضج بكثير من الشائعات السالبة، في خاصة في فترة الفيضان. صحيح، مجموعة من الأشياء يمكن يعني هي السوشيال ميديا نقلت لنا انه ارتفاع في الاسعار، اسعار المواد التامينيه، ارتفاع في اسعار اي حاجه. انت عايز تشتري حاجه بتلقاها ما بالسعر المحلي، بحجه انه صاحب البقاله بيقول لك انه المصنع وقف من الشغل، بحجه انه صاحب البقاله بيقول لك في ارتفاع في الدولار. صحيح. بحجه انه يعني نحن متين نخلص من دوامه انه في ارتفاع في الدولار بيتضرر المواطن. احنا في مرحله من المراحل الان احنا عايشينها الان يا ناجي، محتاجين الناس تكون تساعد بعض، لان كل زول يتضرر، كل زول يتاثر من السيول. اللي ما يتاثر تاثير مباشر بيته شالوا السيل، يتاثر من تاثير الاخرين. دي برضو نحن يعني كلنا عايشين في حته واحده. دي بتاكد لنا ثقافه العمل التطوعي والمسؤوليه المجتمعيه. يمكن نعم، ودي يعني كله بنقوده في سلوكنا المجتمعي. عشان كده احنا سعيدين انه معنا داخل الاستوديو الدكتوره ساره ابراهيم، خبيره الاعلام المجتمعي. مرحبا بك كثير دكتوره. مرحبا بك، صباح يعني من كل عبارات الامل والتفاؤل والاحساس بانه بكره ممكن يكون احسن برغم الظروف. يعني هي ممكن تكون سانحه انه الانسان يعني يقول ايه لانتضامنه وايه يعني احساسه بالوجع الشديد. صحيح. كل من فقد منزله، فقد اول شيء فقد النفس، طبعا حار جدا يعني. ناس كثيرين فقدوا انفسهم او انفس في انفس كثيره زهقت، في ناس تضرروا بالاصابات، في ناس زي ما بيقولوا جاه الضرر المادي اللي هو فقدوا بيوتهم، فقدوا عفشهم، اساسهم، فقدوا قروشهم، فقدوا حاجات كثيره يعني كانت بتمثل لهم يعني ملاذ وامن وسكن يعني في الحياه. صحيح. فمن هنا يعني انا برسل رسائل انه بقول لهم ربنا يعني يجبر خاطرهم، ربنا يعوضهم، كيف معاهم. يعني هو طبعا ربنا ده الحاجه الكبيره احنا بنعتمد عليها دايما. الله كريم وربنا كريم وربنا قوي. يعني دي من الحاجات الجميله برغم المآسي ورغم ورغم الكوارث ورغم الحاجات. احنا في النهايه ايماننا بربنا ده كبير شديد وتوكلنا عليه، فنسال الله انه يقف معانا ان شاء الله. ايوه، ويساعدنا يعني نتخطى الكارثه اللي احنا موجودين فيها ان شاء الله. نتمنى ذلك يا دكتوره ساره. نحن طبعا بنحييك صباحا وبننتظر فقرتك الصباحيه على سنو، نناقش كثير من الاشياء المجتمعيه اللي بتهمنا نحن في المقام الاول، بتهم مجموعه من الناس اللي بتابعنا اللي عندهم دور في الموضوع. اللي حيتكلم عن ثقافه العمل التطوعي والمسؤوليه المجتمعيه. احنا في اول حاجه في ظروف يعني تتطلب مننا نكون كلنا مع بعض كمسؤوليه مجتمعيه، وبعد نقيف مع بعض ونساعد بعض. ده الحاجه. والحاجه الثانيه لابد يكون في مفاهيم للمسؤوليه المجتمعيه وتعاريف ليها ومفهومه. يعني احنا دايرين انه كل الناس تحاول تفهم المسؤوليه المجتمعيه ايش معناها عشان ما تساعد وتقدم مساعدات القادمه. طبعا المسؤوليه المجتمعيه هي اصلا طبعا نظريه اخلاقيه فلسفيه في العالم كله يعني موجوده، فهي بتفترض النظريه دي انه الفرد والمنظمه او الشركه او اي تجمع موجود في الدوله هو عنده اتجاه او عنده نوع من الالتزام الاخلاقي تجاه المجتمع الموجود فيه، بيقوم بيعمل على انه شنو، يعمل على اصلاح المجتمع والنمو بتاعه والتطور. يعني دي افتراض انه اي انسان عايش على 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 ارض السودان مثلا، احنا نضرب مثلا، انه هو مفروض يكون عنده التزام اخلاقي لاصلاح المجتمع اللي هو موجود فيه، اصلاحه، تنميته، تطوره. الحاجه دي مهمه ليه؟ لانها هي بتعمل على تعزيز وتقويه الروابط الانسانيه الموجوده بين الناس. بعدين بتعمل شنو؟ بتعمل نوع من البالانس، التوازن بين الاقتصاد الموجود وبين شنو؟ النظام البيئي الموجود في السودان او في المكان المعين. المسؤوليه المجتمعيه بتديك نوع من الهويه
بتحفز او بتعمل تحفيز للوطنيه الموجوده داخل الناس، يعني الالتزام تجاه المكان اللي انت موجود فيه والالتزام تجاه المجتمع الصغير. انت عارف المسؤوليه المجتمعيه دي ما ضروري تكون تجاه السودان بكامل، ممكن تكون تجاه مجتمعك الصغير اللي انت موجود فيه وحلتك حيك اسرتك الصغيره، يبدا كده بعدين يتطور انه يبقى تجاه المجتمع الكبير اللي احنا موجودين في السودان. فمهمة جدا المسؤولية المجتمعية، مهمة جدا في تعزيز وتقوية الروابط بين الناس الإنسانية بشكل عام. طيب دكتورة، يعني من خلال حديثك يعني الجميل دي، لو تكلمنا على إنه السلوك واللب في انه نحن عشان ما نقوم السلوك المجتمعي نفسه يعني، وخاصه في انه في ظل الكوارث وفي ظل الازمات وفي ظل التقلبات الكبيره جدا، كيف نحن يعني نتبع اي نوع من السلوك واي نهج من السلوك واي مدرسه من السلوك حتى نصل الى المستوى المجتمعي؟ طيب طبعا 2020 دي كلنا متفقين انها سنه كوارث كورونا وسيول والحمد لله، يعني كانت سنه صعبه، وبرغم زي ما اقولوا الصعوبيه نحن نبتسم يعني. صحيح. وقالوا في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي جايب لك صوره الواحد شايل الانبوبه حقت الغاز ويبتسم ممرق الغنمايه بتاعته ويضحك. صحيح. فبرغم زي احنا قاعدين نبتسم بالمناسبه، ودي دي من نعم ربنا علينا. صحيح. فده سلوك بتاع سلوك اسمه شنو ده سلوك الحمد لله سلوك تعبيري، يعني احنا عبرنا عن ان احنا حامدين والله جد والله. أيوة. يعني دي من الحاجات اللي نحمد ربنا عليها برغم اي حاجه. السلوك اللي احنا المفروض نتبعه في زمن الكوارث وفي زمن المحن وزمن الامتحانات والابتلاءات احنا موجودين فيها، هو اول حاجه سلوك الصبر. اول شيء السلوك ده عنده حاجتين احنا ممكن اساسيتين نرتكز فيهم. اول حاجه الدين. الدين مهم جدا. ليه؟ لانه الدين ده بيديك كثير من القيم، وبيديك كثير من الامتحانات والابتلاءات اللي تعرض لها كثير من حتى الانبياء ابتلوا يعني في الحياه. طبعاً. ما في انسان سلم من الابتلاء. صحيح. لو انت قريت في الدين وتعمقت حتلقى انه ده سمه من سمات الحياه الموجوده فيها الابتلاء، وكثير من الناس تعرضوا لها. فدي بتديك قيمه الصبر والمقدره على التحمل. صحيح. السلوك الثاني اللي احنا بنتبعه برضه بناخده من الدين التكافل والتراحم والتعاضد. نعم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول ويوصي يا اخواننا يعني انه يكونوا مع بعض، ويقول لك مثلا المسلمين في تكافلهم وتراحمهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر. نعم. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكثير من الحاجات دي بتوديك القيمه قيمتين انك الناس تكيف مع بعض، اللي هي الفهم البسيط اللي احنا حاسينها نقوله بالطريقه النظريه او العلميه، المسؤوليه المجتمعيه، يعني انه الناس كلها في الدين قال انها تكون مع بعض متراحمه متكافله، انك انت تحاول انك انت ترفع من اي انسان اصابته مصيبه، تحاول انك انت حتى ما ضروري انك انت تقدم له الدعم العيني، ممكن. صحيح. تقدم له الدعم النفسي. نعم. ممكن تخفف عليه، وممكن. أيوة. تذكره بالرجوع لربنا، ممكن يعني في حاجات كثيره عشان الانسان يكون وقعة اجمل قادر. ايوه قادر يتعامل مع الحاجة. الجانب المهم احنا قلنا جانب الدين، الحاجه الثانيه جانب شنو؟ جانب التربيه. نعم. الجانب بتاع التربيه، التربيه بتاعت الانسان لما يتربى دائما في اسره اللي هي اسره بتكون بتحمد ربها على كثير من الاشياء اللي بتجيها، يعني اسره قادره علينا هي تجتاز المشاكل والامتحانات والابتلاءات، الانسان في الحته دي بيكون قادر على انه دائما شنو يفتش على سلوك دائما سلوك يعني بيساعده في اجتاز المحن، يعني ما سلوك بتاع شنو ندبل يعني ممكن نقوله بالطريقه الداريه اندو في خده ويقعد يتحسر على ما فات، ودائما الانسان بيكون قادر على انه شنو مهما حصلت له من مصايب ومشاكل قادر على انه يفتش على الحلول. صحيح. ايجاد البدائل. صحيح. فالحاجه دي ما بتجي الا من التربيه اللي انت بتربي في اولادك، تربيه الاسر اللي بتكون قاعده متكاتفه مع بعض، القادره انه كل ما تحصل لانسان مصيبه في مكان ما في 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 اسره او في الحي يقوم يجروا يبدوا له يد العون. فالحكايه دي بتعلم الانسان انه مهما حصلت المشاكل والكوارث انت عندك دائما بيكون في مخارج، يعني اي مخرج دائما ممكن انك تستغل المخارج دي بانك انت تعيد بناء حياتك من جديد. نعم. فدي من الحياه. نعم. يمكن يا دكتوره ساره نحن يمكن غدا ان شاء الله حينطلق امتحانات الشهاده السودانيه للممتحنين لهذا العام 2020، اول حاجه نتمنى لهم التوفيق، ربنا يعني نسال الله ربنا يوفقهم ويساعدهم ويقوي بصيرتهم ويسهل لهم الصعب ان شاء الله ويتفوقوا ويخرج من الامتحان دي بكل تفوق وازدهار. نتمنى لكم التوفيق لكل الممتحنين.
عايز اشير لانه المناهج الدراسيه وارتباطها بالمسؤوليه المجتمعيه بيكون كيف؟ يعني لابد انه يكون في المناهج الدراسيه في مقررات يتكلم عن المسؤوليه المجتمعيه. مهمه جدا. وبرضه زي ما قلت نبدا اول شيء نتمنى كل التوفيق وكل النجاح يا رب لاولادنا الممتحنين، ونسال الله يعني برغم الكوارث ورغم العام الدراسي اللي قلنا فيه كثير من الابتلاءات كان وكثير من المحن، نسال الله انه يتوفقوا. وانا على يقين على يقين برحمة ربنا انه مهما مهما حصل دائما بيجيك الرحمة من ربنا وبتجيك السعادة وحيجيك الفرح، وفي يوم من الايام الانسان ده ربنا هيعوض. يعني حتى انا متوقع انه كثير من الناس هيكون عندهم فقدوا بيوتهم، فقدوا كتبهم، فقدوا قروشهم، ما حيقدروا يمشوا امتحاناتهم، فبكون الواحد ماشي بحالة نفسية شوية يعني مضطربة، على اساس انه هو ما مستعد، لكن الاخرين، لكن انا عندي حاجة هنا في يقين انه انك ربنا ده علام بالغيوب، علام بالعباد، عارف بان ظروفك دي كيف، فبرسل لك الدعم. والله انت ممكن تكون قاعد في الامتحان وما موفر لك كل السبل، تجيك الاسئله بس كده نازله، والله قد ده يغيننا في ربنا. اسمه ربنا اصلا ما بيظلم الانسان رغم الظروف اللي بتكون فيه. انا يعني يقين بانه الناس دي حتمتحن كويس، وعلى يقين بانه الناس دي حتجاوب كويس، وعلى يقين بانه حتطلع نتيجه كويسه جدا وممتازه جدا. ليه؟ لانه ربنا مهما حصل لك في النهايه لازم يكون في فرح في مكان ما، بين مع العسر يسرا. مهما جاك عسر حيكون في عسر في مكان ما. صحيح. نعم نتمنى. فالمناهج الدراسيه نجيف طبعا دي كانت الدعم المعنوي اللي احنا ممكن اللي بنقدر نقدمه للناس يعني. فاحنا فالمناهج الدراسيه مهم جدا فيها طبعا. المسؤوليه المجتمعيه، يعني الحشو الكثير اللي قاعد في المناهج اللي كان ما عنده قيمه ده، انا بفتكر انه يحول دائما الى مناهج اول حاجه بتدعم الهويه، تدعم الهويه بتاعت الانسان. ليه؟ لانه احنا لو ما عندنا معرفه بالهويه بتاعتنا، وما عندنا معرفه بـ 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 بتفاصيلنا طبيعه حياه، احنا السودانيين يعني عندنا حاجه كده غريبه ميكس كده بين الافارقه وبين العرب، بين الديانات، عندنا ديانات كثيره جدا بالمناسبه داخل السودان، عندنا خلط بين القبائل والحاجات دي حاجه مهمه جدا بتشكل الهويه بتاعتنا. فاحنا محتاجين نكون عارفيننا، يعني اولادنا الصغار دول يعرفوك الحاجه دي بتعمل لك نوع من الاعتزاز. صحيح. الاعتزاز بجنسيتك وبهويتك، وبالتالي بيكون عندك انتماء للمكان اللي انت موجود فيه وللدوله اللي انت موجود فيها. الحاجه الثانيه، الحاجه اهم حاجه عندنا، التربيه الوطنيه. التربيه الوطنيه مهمه جدا، نحب السودان ده. يعني حتى لو اشوف عندهم بيقروا نشيد العلم ويقعدوا يضحكوا، لا يعني دي حتى في الطابور ايوه يكون فيها جديه وقفه من الاساتذه، انه حتى لو في طفل بيضحك يتكلم معاه بطريقه انه لا احنا ده قدسيه، النشيد بتاع العلم ده دي فيها نوع من القداسه واحترام. ايوه يعني دي حتى اللي بتتعلميها في المدارس مهمه جدا، اننا نزرع حب الوطن في 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 اجيالنا الجايه القايمه دي. صحيح. عشان يتمسكوا ببلدهم كويس، لكن مشكله فكره السنبك والهروب والفرح. صحيح. نحاول اننا نقلل من الحاجات. طيب دكتوره، زميلنا نزار زيرك في الكنترول دائما بيقول انه طبعا هو من الناس القرى المتوسطه، يعني ناس الكبار، انا ذاك ناس الكبيرين، انا ما كبير في الجرس. هو بيقول انه كان يعني لما يجوا في حصص يعني صباحيه بتكون تعزيز التربيه الوطنيه وتعزيز القيم، يعني الحصه الاولى هي بتكون في الميدان، وحصه الرسم والفن بيطلعوا يرسموا بالطين. يعني مثل هذه الاشياء نحن نفتقد الاشياء دي نحن الان في مناهجنا الدراسيه، يعني أيوة. لا يمكن تكون هي يعني ذات تاثير كبير جدا في بناء الشخصيه. طيب الحته دي انا ممكن هنا زار ده قال هو قرى المتوسطه. أيوة. يا سلام، دي الاحسن جيل. انت قرى المتوسطه؟ انا قريتها ما شاء الله. احنا الجيل اللي بيحب البلد لسه. أيوة. وبيقدم من غير مقابل. فدايرة اقول لك حاجه، المسؤوليه المجتمعيه دي عندها ثلاثه عناصر. اول حاجه انك عندك الارتباط، الفهم والمشاركه. نعم. الارتباط ده بيجي فيه شنو؟ بيجي فيه العلاقات العاطفيه بين الناس. صحيح. اللي بتجيك دي من الاس. ايوه، امي وخالتي. أيوة. وخبوبتي وجدي. الارتباط الاسري ده بيجي من شنو؟ ده بيجي من التربيه.
صحيح. طبيعة التربية أنسي الناس يا أخوانا يعني مع حبنا وتقديرنا لحنا في الأغاليم، الناس اللي تربوا في الأغاليم في الأسر صحيح. الممتدة بتلقى في عندهم ارتباط كذي بمكانهم وبحيهم وبحاجاتهم قوي شديد كذا يعني صحيح. كان الواحد فيلم يهجر حصلت نعم. في غرية تجي فزعة يقوم الواحد الليل ما ينومه يرسل مساعدات ويرسل فهي الحاجة الثانية تجي وين الفهم الفهم ده بنعول عليه دائما في 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 الدراسه والمناهج الدراسيه. قال لك الفهم جنود في التاريخ وفي الجغرافيا جدودنا وناس المهدي وتواريخنا وحاجاتنا أيوة. عشان دي قيمه لنفسك ولحاجتك. الحاجه الثالثه المشاركه. المشاركه دي بتجي يلا بتجي من الاسره الليله والله فلان ده والله عنده وفاه تقول لي اولادك مش انت ماشي زهجان اروح يلا نمشي نساعدهم أيوة. نقف معاهم نشاركهم صحيح. عشان يعني الفهم ده دائما تزرعه في اولادك انهم يشاركون، لكن انت مش ماشي زهجان وطابله الاولاد في البيت والاولاد أيوة. فلان ده توفى ما صحيح يا عليك الله والله هسه انا ما عندي لو زمن ذاته يا اخي ارسل فاضي له كده الاطفال حيتعلموا ايوه حيتعلموا فالمشاركه دي كده ليله عندهم عيرس يا اخوانا اروح يلا نمشي نقيف معاهم قوم يا بتشيل الحاجات قوم يا رحنا هسه زول بيقول لما يكون عنده مناسبه بيجهز الناس اللي يخدموه واللي يقفوا معاه قبل المناسبه بيشيل همه صحيح. فالمشاركه بتبدا كده يعني احنا بنشارك المشاركه من على المستوى الاسر يجي بعشوائي على مستوى الحي الناس تقيف فيه ونظافه الاحياء تنظيمه يعني ما ممكن انا اكون عندي مويه في 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 بيتي ماليه لي اكسره وافتحها عشان في الشارع تاذي تمشي للزول الجاري او تاذيه يعني في حسي قصص كثيره حاصله لي او ما ممكن تكون عندك وساخه جوا البيت وما تشيل تكب الوساخه اي فدفهم فالفهم فدقي كده يعني عشان احنا نعزز روح المسؤوليه المجتمعيه لازم نمر بالثلاثه مراحل دي عشان ممتاز. نقول انه المجتمع ده او الافراد المجتمعيين دول قادرين على انهم يعني يتفاعلوا مع المجتمع بالطريقه المثلى اللي هي بتقدر تبني السودان او تبني المجتمع المتطور اللي احنا زي ما بنقول بنحلم بيه وطوالي دايرين نبنيه ونقوم فيه. فدي من الحاجات المهمه في مكونات او عناصر المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه مسؤوليه الجميع انا شايف كده فلا بد ان احنا جميعا نعي لامر المسؤوليه المجتمعيه ونحاول ندرسها ونحاول نطبقها في حياتنا في الجامعات يعني ايوه وده بيقودنا لسؤال انه الجامعات هي منابر للمجتمعيه أيوة ودورها ممكن تشرح لنا النقطه دي طبعا ده بيجي وين في الانشطه الثقافيه في الغوافل يا اخواننا اللي بتطلع الغوافل اللي بتطلع من الجامعات يقول لك غافله متجهه ايوه غافله صحيه غافله تعليميه غافله تثقيفيه أيوة. غافله بتاعت نظافه بتاعت تعمير بتاعت بنى السواعد ما شاء الله بتاعت الشباب سواعد جميله ايوه غوافل الغوافل دي بالمناسبه هي بتعزز الروابط الانسانيه بين الافراد وبين المناطق الموجودين صحيح فيها ما ضروري الغافله تمشي لبلد مثلا اقليمي ممكن ناس الشرق يعمروا غافله يمشوا الغرب صحيح. الحاجات دي بالمناسبه بتخفف من التصارع المصارعه وتخفف من الاحتراب والكثير من المشاكل الثقافات اتعرفت من فانت بتوريك انه ما مسؤوليتك بس مكانك اللي انت قاعد فيه صحيح. مسؤوليتك المجتمعيه ممكن انا الشرق مسؤوليتي المجتمعيه انمي الغرب فالحاجات دي تجي في الجامعات ما نستغلها كلها مثلا للدراسات الاكاديميه ما تبقى عباره عن كلها مستغله منابر سياسيه لزرع العنف ولزرع المشاكل والفتن نستغل ان هي كيف احنا نشارك في المسؤوليه المجتمعيه كيف نشارك في التنميه في المناطق اللي احنا يعني في السودان او كده الحاجه دي مهمه جدا في تعرف في بعض الجامعات في 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 على دول متطوره بتدي درجات بالمناسبه على الشغل العمل الطوعي ده لو جينا في السودان بنتوق فانت كل ما شاركت في 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 انظمه تطوعيه وفي في غفلات وفي في عمل طوعي بتجي تجيب حاجاتك دي بالمناسبه بتديك على درجات كريدت اور بتمشيك يعني زي عمل سنه كده والله يا اي بتكون في 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 شغل يعني تديك دفعه او بعدين تكتب لك انه الانسان ده مشارك كان في العمل الخيري او انسان غائد للعمل التطوعي كده الحاجات دي بالمناسبه حتى في الشغل برضه الانسان في محيط العمل بتلقى في اطباء بالمناسبه كثيرين في الدول العالم المتطور بيجوا مثلا تلقاهم السودان بيعملوا عمليات جراحيه مجانيه هل بتفتكر انه الحاجه دي بالمناسبه الواحد لما يجي يشيل السيرتيفيكات الشهاده بتاعته دي ويمشي برا يقدمها للمستشفى او المكان اللي هو قاعد اصلا شغال معه الحاجات دي بالمناسبه بتترقيه وبتديه نوع من العالم الغربي او العالم المتطور الاول بيهتم جدا بالمناسبه بالعمل الطوعي المسؤولية المجتمعية بتم بها شديد جدا نعم. فدي من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين لها واحنا طبعا والله الايام دي انا فرحانة جدا بكثير من المبادرات صحيح كده مبادرة
الاعداد الشبابيه اللي انطلقت يعني من منذ ان يعني اجتاحت السيول الفيضانات يعني هاي. فكانت مبادرات شبابيه جميله جدا يقودوها الشباب ويقودوها حتى العجزه والله ناس كبار السن. يعني الواحد اللي ما بيقدر يقول لك احنا ما بنقدر نمشي بجسيمنا لان كنت اولاد الشباب، لكن تعالوا هاكم شيلوا الفتحوا الدواليب طلعوا والفتحوا الجيوب مرقوا والعده النسوان طبعا النسوان بيحبوا العده لكن مرقوها. فدي من الحاجات الجميله جدا اللي احنا بتحسسك بالانتماء. نعم. يعني تماشيا مع كلامك دي الان دور الشباب وروح الشباب يعني متقدم جدا. بالامس احنا وقفنا مع مبادره اسمها روح الاعتصام هم شباب ومبادرة أكفل يتيم. هي المبادرات دي هم شباب قالوا والله نحن جينا كطوعيين نقدم نفسنا. يعني في المقابل بنلقى برضو مبادرات أخرى، مبادرة نفير والمبادرات المختلفة. كيف قادرة تشوفي أنه يعني هذا الحراك الكبير من خلال المبادرات دي ومن خلال روح الشباب في أنه نحن والله يعني محتاجين أنه نستمر في مثل هذا النفير؟ طيب دي من أول طبعا المبادرات دي من الحياة الجميلة جداً أو ليه؟ لأن هي بتحسسك بأنه بتعلمك أنه ما ضروري أنت تكون عندك مقابل في الحياة، ما الحياة كلها حياة مادية. طيب. ما تكون إنسان جامد يعني بس أنا أقدم حاجة مقابل بدون قروش يعني. فبتعلمك أنك تكون كيف إنسان. صحيح. هي بتنمي الروح الإنسانية في الإنسان. ثقافة العمل الخيري ذاتها مهمة جدا، إن هي النزعة دائما الجامدة، النزعة دائما الفئة المادية المطلقة دي بتتفتت وتتغير ويبدأ الإنسان أكثر إحساسا وإنسان مرهف يتفاعل مع الآخرين. صحيح. يزعل لحزونه ويفرح لفرحه يحاول يقدر. فبتحسك بينك إنك إنسان. صحيح. إنسان يعني دايما الشباب البغود المبادرات دي لما تيجي تقعد معهم تكون سعيد جدا بكلامهم، بيحسسوك بينهم ناس عندهم يعني أبسط حاجة يعني الإنسانية دي فيهم مزروعة بشكل جميل جدا. صحيح. ودي من الناس اللي بتعول عليهم في قيادة هذه البلد. ليه؟ لأنه السودان محتاج لناس يدقوا صدرهم. ما أنا طوالي إذا نقول هالدولار طار السما قفلت دكاني. صحيح. الدولار طار السما قفلت مصنعي. لا، وين ثقافة وين المسؤولية المجتمعية؟ وين العمل الطوعي؟ ياخد طوع، ياخد طبيرة زكاة، ياخد طبيرة صدقات تقدم لانك تنجد الناس. الناس مرقت قلت لك من بيوت اللبس اللابسه والله من من هدومه من اكيله من شراب عشان تدي الناس. فيعني شو انت كان خسرت يعني؟ ما هو الانسان لما يخسر عشان ينقذ انسان ده ما خساره، دي ما خساره، ده تلقى قدام. صحيح. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين ليها يعني. وانا بحيي الشباب دي وبحيي روح المبادره فيهم اللي هي دي من الاشياء الجميله جدا اللي احنا سعيدين برغم الحزن اللي احنا عايشينه الايام دي. صحيح. دي من اسعد يعني دي طلعت لنا نقول مش الحزن في 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 في, 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 في عز الظلام بتلقى في حاجه. صحيح. تنير يا دكتوره ساره، احنا بنقول انه نهضه الاوطان بالشباب الحر. يعني الشباب الاوطان القلب حار. ايوه. قلبك حار. صحيح. البلد يا العيال داير الرحيح والسك، دايراه الهميم ولدا عليه الرك. يعني نحن الحياه الزيديه وكلام الحكامات وكلام الشعر ده محتاج له في الفتره الانيه اللي احنا عايشينها دي عشان احنا نقدر نهيب وننقذ السودان وننقذ مجتمعنا من خلال المسؤوليه المجتمعيه. الحديث معك متميز جدا ويمكن يكون حديث ذو شجون، لكن عايزين نعرف مثلا يمكن الحديث يمكن انا جبت مهم جدا وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. دي عندها دور كبير جدا في 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 نشر التوعيه من المفاهيم. نعم. وكثير من المبادرات هي عبر الان كثير من المبادرات. صحيح. صحيح. فقط يعني ما بنلقى عندهم مؤسسات ولا عندهم بنايات، لكن فقط من خلال يعني جروب في الواتس او صفحه في الفيس التفاعل كبير جدا يعني. والناس بتشتري. طبعا دي من فوائد التكنولوجيا. يعني جبنا فوائد التكنولوجيا، ما التكنولوجيا زي ما بقول عندها مساوئ عندها فوائد. دي من فوائد التكنولوجيا انها هي بتيسر لك انك تتفاعل او تتواصل مع اكبر عدد ممكن في زمن قياسي بسيط جدا. يعني انا مثلا عشان زي ما قلت اطلق مبادره على ارض الواقع ودون ما امشي يصل لفلان بياخذ زمن. فوسائل التواصل الاجتماعي حققت لي هنا السرعه والانيه والفوريه والحداثه. سريع جدا انا بكون بقدر اتفاعل مع الناس، القى الدعومات، القى
الوقفات في سريع جدا. وسائل التواصل الاجتماعي مهمه جدا، بس انا يعني دايما ندوس فيها حته شويه، ان هي المفروض تكون دايما يعني تطرح الحقيقه بالشكل الصح، عشان في بعض الحاجات بتحصل انه مثلا الناس يقول لك احنا قادوا مبادره، فتطلع اشاعه انه والله الناس دي الحاجات اللي ما ودوها فعلا للناس او استغلوها لجانب ثاني. الحته دي بتقوم تخلق عدم المصداقيه في الجهه. يعني الحاجه دي انا بحب انبه لها الناس انه مهمه جدا جدا. ليه؟ لان هي اول ما فقدت المصداقيه، لان زي ما قلت لعندك مقر، لعندك مكان، لعندك فاول ما فقدت المصداقيه فقدت خلاص الناس اللي بيكونوا حوالينك ملتفين حوالينا. فاحنا محتاجين نكون اننا اكثر شفافيه في عرض معلوماتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بالذات. لازم تكون في شفافيه، لازم تكون في مصداقيه جدا في ولازم تكون في تصوير وتوثيق للاحداث، او انت عملنا شنو وفعلنا شنو كده. فمهمة جدا وسائل التواصل الاجتماعي في الموضوع ده. برضه انا في حته دايره والله انبه لها، يعني في المسؤوليه المجتمعيه، انا بعول كثير على المساجد يا اخوان. المساجد مهمه جدا. المساجد هي كمنابر. زمان المسجد في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام كان هو مؤسسه ما بس للصلاه، ما صلينا وقفلنا المسجد وفوقنا، كان هو هي مؤسسه للتوعيه والارشاد والتعليم والتثقيف وطرح الكثير من المشاكل. مجلس الشورى. ايوه. فبعول على المساجد، انه المساجد دي لازم هي تكون هي دور ذاتها، انها هي كيف تهدي الناس، كيف انها تثقف الناس، تعلم الناس، كيف تلفت النظر لكثير من القضايا اللي احنا محتاجين. ده حاصل يا دكتوره حقيقه. صحيح. في بعض المساجد بتتكلم عن المواضيع دي. يمكن بالامس كان في المسجد انا صليت فيه يتكلم يتناول قضايا الساعه، الواقع المعيشي احنا فيه الان، ووعي الشباب. يمكن عمنا كبير شيخ وعي الشباب بالصوره دي. يمكن دي بيقود لكلامك انه المساجد والمنابر في جزء منها هي بتوعي وبتقدم. يعني مثلا المسجد ايوه حصلت كوارث زي دي، طوالي في المسجد يكون في دعوه للمشاركه وللنفير وللوقوف مع الناس. يعني تغرس القيم دي مهمه، لان المسجد ده بيجي والطفل عمره كم سنه والاكبر والرجل الكبير. فانت لما تكون تعمل دروس توعويه زي دي، فانت بطريقه ما بتقدر تدخل في ارواح الشباب او الاطفال ديل حب العمل الطوعي، حب الارتباط والمسؤوليه المجتمعيه للمجتمع الصغير اللي هو موجود فيه والمجتمع الكبير اللي هو السودان. نعم دكتوره، حديثك برضه بيقودني ل يعني حاجه مهمه جدا، خاصه هي متعلقه بالمساله المسؤوليه المجتمعيه. احنا في مجتمعنا الان صحيح الان بنشاهد يعني كثير من الاشراقات النيره جدا للشباب في قياده العمل الطوعي، لكن برضو في المقابل يعني في احباطات وفي سلبيات كثيره جدا قد هي تكون يعني تقلل من العزيمه داخل الانسان. فكيف نحن يعني زين الليله داير اعمل عمل طوعي وشايف الاشياء المحبطه من حوالينا، انا كيف اقدر اكون قوي وسندي متين عشان اقدر اعبر الحته دي؟ طبعا احنا لو تكلمنا عن الاحباط، حاجه الاحباطات كثيره جدا. شديد جدا. احباط تنظير. اي لا مش كده، لا ما تنظير، لكن احنا يعني احباطات. لكن انا اقول لك حاجه، شفت الشعب السوداني ده اكثر شعب قدر يتعدى او اي مشكله تحصل له، قدر انه هو كيف انه يعبر المشكله دي ويعيش من جديد. صحيح. يبدا من جديد. يعني انا شعبي عنده كم سنه احتراب، من كم قريب الأربعين سنه. صحيح. البلد دي عايشه فيه من الاستغلال، بعد شويه كده والحرب بدات تحرب الجنوب، لحد اللي انا شوف دي كم سنه، احنا 50 سنه احنا في حرب، احنا في دمار، احنا في مشاكل اقتصاديه، وبعد كله ده احنا بنتعدى وبنقيف نقع وبنقيف من جديد. صحيح. بنقع وبنقيف من جديد. فده عنده حاجه اسمها الاراده. الحته دي بتقول ان عندنا اراده. ايوه عندنا اراده. صحيح. عندنا عزيمه، عندنا اصرار. الحاجات دي ان احنا نحيا، لابد احنا نحيا. السودانيين ده لازم يخطوا في بالهم انه السودان ده لابد انه في يوم من الايام حيكون في مصاف الدول العظمى. صحيح. الاراده والعزيمه، والاراده والعزيمه دي على فكره كثير من المخترعين يا اخي، في واحد من في عدد من الاختراعات كان الواحد ممكن يخترع 99 مره تفشل الاختراع. صحيح. في المره ال 100 ممكن هي تصيب. زي قانون الجاذبيه نيوتن 99 مره فشل. صحيح. في المره ال 100 هو نجح. واينشتاين وغيره من المخترعين الكبار. أيوة. ديل كان بيتحلوا بحاجه اسمها العزيمه. عنده عزيمه وعنده اصرار وعنده اراده. الحاجات الثلاثه دي احنا
لو يتواجد عندنا مهما حصل لنا، انا متاكده انه كثير من المبادرات ان شاء الله موجوده في الشباب وكثير من الحاجات دي كثير من يا اخي كيف ما عندهم اراده؟ اراده 30 سنه نظام حكمي ماذا حوفي دقيقه ودي الاراده ونحن نقدر نواجه المستحيل. ايوه لا بنواجه المستحيل ان شاء الله نواجه، احنا حنواجه المستحيل واحنا حيكون عندنا اراده وعندنا عزيمه، عزيمه شعبنا اننا نحيا وننتصر. لابد في النهايه احنا لابد نحيا ولابد ننتصر. ليه؟ لان لازم ناخذ في بالنا انه السودان ده لابد انه يقوم ولازم انه ننهض، حتى لو مال في 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 جانب من الجوانب المايل بنعدل. نعم. وبنعدل ونعدل بشبابنا بسواعي شبابنا بكل بمسؤوليتنا المجتمعيه تجاه مجتمعنا، يعني احنا ما ممكن نشوف الغلط ونمشي فيه، نشوف الماسوره مكسوره نخليها، نشوف النايمه الطين في قافل الخيران ونخليهم عشان بعد شويه تجي المويه تفيض، نشوف الاوساخ مدفوقه في الشوارع ونعايلها. حتى بالمناسبه لو في جهه من الجهات هي سرقت قوت الشعب او مال الشعب، والله ليه المحاكم والقوانين احنا لابد ان نحس بانه في مسؤوليه تجاه المجتمع. هو الجزئيه اللي انت قلتها جزئيه مهمه جدا دكتوره ساره. يمكن ناجي الان يعني الشعب السوداني في الفتره الانيه احنا عايشينها دي شعب واعي جدا. صحيح. عارف حقوقه وواجباته وعارف البيو والعليو، يعني عارف انه انا عندي حق في الحته فين بقدر اخذ حقي. يعني دي نقطه مهمه بس جدا. بس الاخذ دائما يا محمد يكون بالقانون عشان ما نبقى دولة. صحيح. يعني هاي دولة فيها لو في سجل حلقة المرة فات كلامنا كانت عن العنف المجتمعي وكلامنا عن سيادة دولة القانون. القانون مهم جدا، يعني احنا اي نعم عارفين حقنا لكن حقنا لازم يكون جديد بالقانون عشان ما تبقى فيها نوع من الهمجية ونبقى في انفلاتات أمنية ونبقى في مشاكل من المشاكل اللي بتقودنا لسكرنا الصراعات الموجودة في دول المنطقة. صحيح. اللي هي نكون عارفينها ليبيا واليمن وغيرها. نعم. من الدول. الله السلامة لكل الدول العربية. لكن أنا بهزر إنه هذا الشعب يحق يعني شعب جميل جدا وشعب اجتاز كثير من المحن واجتاز كثير من الابتلاءات وصبر وشعب وصمد وشعب جميل جدا. أيوة. كل والله شعب جميل وسمح وشعب كريم، فمن حق هذا الشعب إنه يتوفر الحياة الكريمة وإنه يعيش وإنه يتكافل وإنه ما محتاج يدي المحتاج. طيب دكتورة سارة نحن ما نقول إنه يتوفر لها حياة كريمة، ما نعتمد فقط على المسؤولين بالدولة، نحن برانا نجيب الحياة لنفسنا. أيوة. يعني نحن على سبيل المثال الأوساخ ما نرميها في الشارع. أي. نساعد نفسنا دي ما بتقلي هي الدولة ما بتقدر توفر لنا. يعني أنا ما ممكن بالتأكيد. أنا أيوة أنا ما ممكن أشيل الوساخة من بيتي أخذتها في الشارع قدام الباب يلا بعد شوية حييك الذباب وجات فيها المويه وتبشتنت جاتك كثير من الامراض، المرض ذاته انتقل منك انت لجارك بيجيك انت ذاتك. فده الفهم ان احنا لابد اننا نعي بمسؤوليتنا المجتمعيه تجاه الوطن اللي احنا موجودين فيه، احنا لابد اننا نكون حريصين على انه اي جانب احنا ممكن نقدم فيه عطاء من غير مقابل. المسؤوليه المجتمعيه دي لا تعتمد على المقابل ده ما معناه انا خدمتني اديتك ووديتني، لا. صحيح. المسؤوليه المجتمعيه دي احساسك وعيك بانك انت عندك انتماء تجاه المجتمع اللي انت موجود فيه، ده بيقودك لانك تحطي بلا مقابل. نعم. عطاء بلا مقابل، فاحنا محتاجين لاننا ننمي ثقافه العطاء بلا مقابل. العطاء بلا مقابل يا دكتوره. وانا ما زلت يعني داخل محيط المسؤوليه المجتمعيه. دايرين كمان شويه نمشي من الاحباطات الى الاشراقات. يعني بالامس يعني كلمتني الاستاذه نهال كمال، هي في مبادره روح الاعتصام وقالت هي متزوجه وعندها اطفال داخل البيت وعندها مسؤوليه ثانيه، لكن الان فرغت مسؤوليتها المنزليه تماما لان تكون في روح المبادره وفي روح المسؤوليه المجتمعيه. يعني شباب نظر زي دي كيف نحن برضو نقدر يعني ندعمهم من خلال الرؤى والأفكار في العمل الطوعي؟ طيب أول حاجة التحية لمبادرة شباب الاحتصام واللي هي نهال. نعم. أعتقد وأتمنى إنه يكون زوجة سعادة يعني في المسؤولية أو يكون هو كمان ناشط معاه في نفس العمل، لكن أنا متأكد إنه حتكون في جهة ما يعني الأسرة الممتدة احتضنت مسؤوليات عشان تفرغها، وده نوع من الحياة. احنا حتى الانسان يعني محتاج انه يقدم. في ناس مثلا ممكن يقول احنا ما كل انسان بيقدر عنده يكون فضاء او عنده الزمن اللي يقدر. نعم. انه يشتغل بيده او يشتغل بجسده. فانت ممكن تقدم الدعم المادي عشان المبادره تمشي لقدام. صحيح. حتحتاج الدعم المادي صح؟ احنا ممكن نساعد فينا نقدم الدعم المادي. نعم. كمان ظروفنا ذات اليد ما عندنا وكعادة يعني جزء كبير من اهل السودان عندهم مشكله في الماده، ممكن نقدم الدعم العيني
هدومنا، مرقنا هدومنا، مرقنا اساساتنا. يا اخي والله عندنا حاجات صحيح. ايوه عندنا حاجات ما بنلبسها ما بنستعملها، عندنا حاجات في البيت ما ما, ما يعني مش كعبه، هي ما فاهم انك انت الدزول معناها الحاجه دي مثلا انت ما محتاج ليها، لا انت ممكن تكون عندك غير، يعني انت في قائمه احتياجاتك، لكن انت ممكن يعني كمان تعول على حاجه وتقسم لك الفقراء تقاسموا نمرقها مننا. في كمان انت برضو يدك ضيقه جدا جدا وما قادر حتى تقدم من 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 حاجاتك العينيه الموجوده، ممكن تقدم بالنصح والارشاد. صحيح صحيح. ممكن تقدم زي برامجنا دي، تدعو للناس يا اخواننا ساعدوا الناس، يكون عندكم مسؤوليه مجتمعيه تجاه الاخرين. الشعب السوداني ده شعب كريم، الشعب السوداني ده في محنه، قدموا له الدعم. اخواننا هنا في المنطقه الفلانيه، وانا شايف هذه التغطيه بتاعت وزاره الاعلام دي عجباني جدا. نعم. يعني كانت نعم. كانت اول شيء بتسلط الضوء على كثير من المناطق، وان توريك ان المناطق دي متضرره، في مناطق والله احنا ما سمعنا بيها يعني، لكن صحيح. وسائل الاعلام بنقلها وبالمتابعه فهي ساعدت، ممكن تلفت نظر الناس في المبادره للمنطقه اللي ممكن يمشي يقدموا لها الدعم بتاعها. دكتوره ساره، يعني يمكن كان حديث ضافي وحديث ذو شجون حول ثقافه العمل الطوعي والمسؤوليه المجتمعيه. كنت معنا ضيف عزيز داخل استديوهات صباح الشروق، دكتوره ساره ابراهيم خبيره تعاون المجتمع. شكرا جزيلا لك. يمكن انا اجي دكتوره ساره كفت ووفت وتكلم السلام جميل جدا عن المسؤوليه، يعني ان شاء الله موعودين في حلقات ثانيه نتكلم عن، هي طبعا وعدانا كل سيد ما شاء الله بتدينا واحد من يعني كل سبيط اخضر ان شاء الله بتدينا حياه جميله ان شاء الله. طيب نعم تفضل، عندك اضافه ولا نطلع؟ انا بحييه والله تحيه خاصه جدا، لانه احنا محتاجين في هذا التوقيت بالذات في انه نعمق الصلات المجتمعيه. نعم. فيما بيننا محتاجين كثير جدا انه نهدم اي هو في بنائنا الشخصي هي ماشي للاحباط، لكن نحن نشد من اجر هذه. نعم. المساله للتنمية. نعم ان شاء الله. جزيلا دكتوره، شكرا لك. شكرا لك لتواصل. نعم تطلع يعني احنا دائما، بس احنا انا دايره يعني دائما نطلع نحاول ننمي الضمير ان شاء الله، ذاتيه الضمير، ضميرنا ده لازم يكون، ممكن تكون في حلقه جايه نتكلم عن الضمير يعني. ايوه عشان احنا نقدر نتفاعل. شكرا لك دكتوره ساره ابراهيم خبيره الاعلام.